اهلا بيكم. النهارده هخلص لكم الجزء الثاني من بابا نويل. هخلصه بطريقه سهله خالص. كنت تيجي اعمل الطاقيه، هعمل دايره سحريه هعمل فيها 6 غرز حشو، 1 2 3 4 5 6. هقفل الدايرة، هحط العلامة وهعمل 2 سبات، 1 2. هخلص وارجع. كده خلصت السطر، هنقل العلامة وهعمل 2 سبات واقلب الشغل كده، وهعمل 1 2. هخلص وارجع. كده خلصت السطر، هحط العلامة وهعمل تزايد في كله، 1 2 3 4. هخلص وارجع. كده خلصت السطر على 12 غرزة حشو، هعمل 2 سبات لغاية لما اخلص الطاقية. هبتدي اعمل السطر التزايد وبعديه 2 سبات. يبقى انا عملت كده سطر تزايد، هعمل 2 سبات، هخلص 2 سبات وهرجع. كده خلصت السطر، هعمل حشو اللي بعدها تزايد، حشو اللي بعدها تزايد، هخلص سطر التزايد وسطرين ثبات وارجع. كده خلصت السطرين الثبات على 18 غرزة حشو. هبتدي اعمل 1 2 تزايد، 1 2 تزايد. هخلص السطر واخلص 2 ثبات وهرجع. كده خلصت السطرين على 24 غرزة حشو، هعمل 3 حشو تزايد، 1 2 3 تزايد، 1 2 3. تزيد. هخلص السطر ده واخلص 2 ثبات وهرجع. كده خلصت السطر على 30 غرزة حشو، هنقل علامة وهعمل 1 2 3 4 تزايد. هخلص السطر عشان ما اضيعش وقت، هخلص السطر وسطرين ثبات وهرجع. كده خلصت السطرين على 36 غرزة حشو، هبتدي اعمل 1 2 3 4 5 تزايد، هخلص السطر وسطرين ثبات وهرجع. كده خلصت السطرين على 42 غرزة حشو، هعمل
واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة تزايد. هخلص السطر ده وسطرين ثبات وهرجع. على 48 غرزة حشو هعمل واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تزايد. هخلص السطر ده وسطرين ثبات وهرجع. كده خلصت السطرين على 54 غرزة حشو. هنقل العلامة وهعمل تناقص. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تناقص. هخلص 7 تناقص لغاية آخر السطر وهرجع. خلصت السطر على 48 غرزة حشو. هعمل منزلقة وأسحبه بالشكل ده. هبتدي أحط الكرة اللي بتتحط في الطاقية. هعمل دايرة سحرية، دي إبرة رقم واحد عشان الخيط أرفع. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة وأقفل الدايرة وأعمل تزايد في كله. واحد اتنين تلاتة أربعة. هخلص ورقة هحط العلامة وهعمل حشو تزايد حشو تزايد. هخلص ورقة كده. خلصت حشو تزايد السطر، اصبح 18 غرزة حشو. هعمل 3 اسطر ثبات من غير تزايد ولا تناقص وهرجع. كده خلصت 3 اسطر ثبات على 18 غرزة حشو. هبتدي اعمل تناقص غرزة حشو واللي بعدها تناقص. حشو هخلص ورقة كده. خلصت السطر على 12 غرزة حشو. هعمل تناقص في كله. خلص تناقص في كله وهرجع. كده خلصت السطر على 6 غرز حشو. كده هقص الخيط واسحبه بالشكل ده.
وكده بعد ما حشيتها هبتدي الفوق الست غرز. وكده بعد ما ثبتها هبتدي احطها هنا. واتبت كده وادير الخيط وهقصه. هبتدي اعمل مناخير، هعمل دايرة سحرية هعمل داخل الدايرة 6 غرز حشو، 1 2 3 4 5 6. طبعا عملتهم بالإبرة رقم 3 اللي هي الإبرة الكبيرة. هحط علامة وهعمل في أول غرزة فردي، اللي بعدها تزايد، فردي اللي بعدها تزايد، فردي تزيد بالشكل ده. هنقل علامة وهعمل في أول غرزة فردي، واللي بعدها فردي، واللي بعدها تزيد. هخلص ورقة كده، خلصت السطر. هنقل علامة وهعمل 1 2 اللي بعدها تناقص، هخلص ورقة كده. خلصت السطر، هشيل العلامة وهعمل منزلقة وهقص الخيط وهحشيها بحتة فايبر.
بالشكل ده. هبتدي اعمل الحليه اللي على الطاقيه، ونفس اللي هعمله هنا اهو هعمله في المرد وفي الايدين وفي الرجلين. هعمل سلاسل تقبل القسمة على ثلاثة. عقد البداية 1 2 3 4 5 6 7 8. كده كفاية. يبقى عملنا اي رقم يقبل القسمة على ثلاثة، اهم حاجة يبقى قد المقاس. هعمل 3 غرز ارتفاع 1 2 3، واخد لفة، وفي الغرزة الرابعة هعمل عمود بلفة. يبقى كده كأني تزايد. في الغرزة التانية هعمل غرزة واحدة. في الغرزة اللي بعدها هعمل 2 في نفس الغرزة 1. اتنين، واسيب الابرة. وفي اول غرزة هضمها كده وهعمل سلسلة. وفي الغرزة الجاية على طول هعمل فيها 2 عمود بلفة، 1 2. اللي بعدها هعمل واحدة بس. اللي بعدها هعمل 2. هيبقوا 5 في اول عمود. هسحب وسلسلة، هاخد لفة. في الغرزة اللي جاية هعمل 2 عمود في نفس الغرزة. في اللي بعدها عمود 1. في اللي بعدها 2 عمود في نفس الغرزة، وهسيب الإبرة. وفي أول عمود بين الحلقتين كده واسحب بيها السلسلة واعمل سلسلة. هكررها تاني لغاية اخر السطر. اول غرزة هعمل 2 عمود في نفس الغرزة. تاني غرزة هعمل عمود 1. ثالث غرزة هعمل عمودين وهسيب الفتلة. وفي أول عمود في الحلقتين هسحب بيهم الغرزة دي وأعمل سلسلة بالشكل ده. هخلص لغاية آخر سطر وهرجع. كده خلصت السطر، خلص على 22 واحدة. هعمل سلسلة وأقص. هقص فتلة طويلة عشان أخيط بيها، وأسحب الخيط. هي بتلولو كده بس احنا هنفردها بالشكل ده. كده هتتحط كده، هنثبتها بالخيط اهي. وعملت 50 واحدة لدوران كده اهو، هثبتها معاكو. عملت الايد 6، عملت للرجل 8. تيجي اعمل نني العين، دايرة سحرية فيها 6 غرز حشو، 1 2 3 4
خمسة ستة وهضم وهعمل في كل الغرز دي تزايد، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12، وهعمل في أول غرزة منزلقة وهقص الخيط وهسحبه بالشكل ده، بحيث لو عملت العين وثبتها كده بالزرار هيبقى باين الغلاف ده. انا عندي الدبابيس دي بتاع الصالون هحطها كده، لو انتم مش عندكم الدبابيس دي اعملوا زرار او اي حاجة مناسبة. لو انتم عايزين تعملوا العين ابيض او تركويز، انا عملت تركويز دي حسب رغبتكم. ولو انتم عايزين تعملوا اي زرار براحتكم خالص. برضو عملت حزام، عملت 50 سلسلة وعملت فيهم دورين غرز حشو بالشكل ده، وحسب رغبتكم لو انتوا عايزين تعملوا كوفية، انا هعمل كوفية باللون الزيتي وعمل الشراشيب باللون الاصفر. اقعد البداية وهعمل واحد اتنين تلاتة أربعة، في أول غرزة هعمل حشو، اتنين تلاتة وبعدين اتنين سلسلة، بلف الشغل وأعمل في نفس الغرزة عمود بلفة وكل السطر عمود بلفة، يعني هما 3 غرز، 2 سلسلة، نلف الشغل ونعمل عمود بلفة اتنين سلسلة ونلف الشغل، واحد اتنين تلاتة، اخلص الغيط الطول المناسب وارجع. عملت 18 سطر، واخر سطر هعمل غرزة واحدة سلسلة وهعمل غرز حشو بالتلاتة. بالشكل ده وسلسلة هقص واسحب بالشكل ده، هبتدي اعمل شراشيب. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، هسحب كده وبعد كده اسحب الاثنين، في الغرزة الثانية هسحب ومن الفتحة دي هسحب فتلتين، هسحب
وبعدين اسحب بالشكل ده. هبتدي اساوي اهي، بتتحط على جنب كده بالشكل ده. هنبتدي نلبس الطاقية كده اهو، وهنبتدي نلفق كده. وهعمل غرزة أثبت بيها بالشكل ده، وأدخل الخيط من أي جهة أقص. بالشكل ده وأثبتها كده. هبتدي اثبت دي كده، هدير الخيط بعد كده. بين كل بف هبتدي ان انا واشد كده كده. خلصت، ربطت في الفتلة بتاعت البداية، وهداري الخيط بالشكل ده. وهداري الفتلة دي كمان، هقسم دي بالوسط كده اللي هي الكبيرة، وابتدي من هنا بطريقة كده نضيفها. هخلصها واركب. ثبته بالشكل ده. لو انتوا عايزين تعملوا بالدبابيس الاول، ولو انتوا عايزين تثبتوه بمسدس الشمع او باي مادة لازقة. نعمل اليد
اخرج الخيط من اي مكان. هخلص الايد التانية والرجلين، هخلصهم وارجع. كده هثبت الحزام. بالشكل ده. هعمل له غرز كده بسيطة عشان ما يتحركش. واخرج الخيط من اي مكان وهقص. بالشكل ده هعمل التوكة. عملت باللون الذهبي 25 سلسلة. وهبتدي هثبتها كده. بالشكل ده هثبتها وارجع. بالشكل ده ثبت توكة الحزام. هعمل العين كده وكده. وهثبت بالشكل ده. هثبتهم بمسدس الشمع. كده هثبت المناخير. لو عايزين برضو تثبتوها بمسدس الشمع عادي. هثبتها وارجع. كده ثبتها وعملت عقد التثبيت ومن اي حتة. هبتدي اعمل حواجب. هدخل كده من هنا بالشكل ده وانزل بغرزة كده. من الناحية التانية هعمل الناحية التانية وهرجع. بالشكل ده خرجت الخيط بالشكل ده واخرجه تاني عشان يتثبت.
هقص كده، هثبت الكوفية بالشكل ده اهي، واحدة كده والتانية كده، هثبت كده وهعمل غرزة اثبت بيها. وهقص حوالي 8 سنتي، هعمل كتير للشنب وللدقن. بالشكل ده هبتدي اعمل علامة كده عشان امشي عليها للدقن. وبالخيط كده واسحب واضم وهسحبه بالشكل ده. هعمل كل الدوران، عملت كل الدقن، هبتدي ان انا اسرحه كده وعملت شنب بنفس المقاس بس عملت 8 فتلات. هبتدي قبل ما اركبه اسرحه هثبت الشنب كده كده. سويت الشنب بالشكل ده، ومن تحت كده هبتدي اعمل البق
وطبعا ليكم الحرية ان انتوا تضيفوا اي حاجة حسب ذوقكم، ممكن تعملوا احسن مني كمان. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك عشان يوصل لكم كل جديد.